أهلا بيكم. في الحلقة السابقة تكلمنا عن فيوزات وريلات العلبة الرئيسية للسيارة كيا سبكترا أو كيا شوما، وشوفنا أن العلبة الرئيسية ممتلئة بالفيوزات والريلات. في هذا الجزء هنشوف علبة الفيوزات الداخلية، وهي تحتوي على عدد قليل من الفيوزات إذا قارناها بالعلبة الرئيسية. وبالرغم من ذلك فإن فيوزات العلبة الداخلية بتوزع كهرباء لأكثر من خط، وده واضح من خلال الداتا الموجودة على غطاء العلبة الداخلية. ودي صورة توضح القيم الحقيقية لفيوزات العلبة الداخلية. الفيوز الأول عبارة عن خط كهرباء بيصل لوحدة الفتيس أو وحدة الجير TCU، وقيمة هذا الفيوز 10 أمبير. الفيوز الثاني هو فيوز هام جدا لأنه بيوزع لعدة خطوط كما هو واضح من الرسم. هذا الفيوز الثاني بيوزع كهرباء أولا للشيفت لوك وحدة غلق الفتيس، ثاني حاجة لوحدة الكنترول الإلكترونية، وثالث خط واصل لعدادات التابلوه، وآخر خط للفيوز الثاني هو مفتاح الانتظار. بنشوف الفيوز الثالث ويخرج منه خط لمفتاح الانتظار، وهو يعتبر الخط الثاني لمفتاح الانتظار. وبمجرد ما نضغط على مفتاح الانتظار بيصل خط كهرباء من خلال كتاوت الفلاشر الى انوار الاشارات الجنب اليمين، امام يمين وخلف يمين، وبيان عداد التابلو. وبالمثل الجانب الشمال، امامي وخلفي وبيان عداد التابلو، وقيمة هذا الفيوز 10 أمبير. الفيوز التالي هو فيوز موتور المساحات الأمامية وقيمته 20 أمبير. طبعا هنا الخطأ المتكرر وهو تغيير الفيوز بقيمة أقل، وده مكان فيوز وحدة الإيرباج، ده مكان وحدة الاي بي اس، وأيضا ده مكان فيوز سخان الكراسي. واضح أن هذه الفيوزات ملغية، ده لأن ممكن تكون هذه الوحدات لا تعمل، لأن طبعا السيارات من الموديلات القديمة. وحاجة زي الإيرباج أو سخان الكراسي بعض الناس ممكن يستغنوا عنها. ده فيوز عبارة عن خط كهرباء يصل لسوكت الباور أو تلت، وأيضا يصل إلى ولاعة السجاير. وده فيوز الأوديو، وأيضا هذا الخط يخرج منه عدة خطوط، منها خط لتشغيل الراديو كاسيت، وأيضا بيصل خط لمفتاح تشغيل مرايات الكهرباء شمال ويمين. الفيوز التالي هو فيوز النور الصغير في المصابيح الأمامية والخلفية. ده فيوز أنوار الفرامل الستوب، وده مفتاح أنوار الفرامل الموجود أعلى دواسة الفرامل. وهنا أنوار المصابيح الخلفية يمين وشمال، وهنا مصباح الستوب الموجود أعلى رف السماعات الخلفية. آخر فيوز معانا في هذه العلبة وفيوز وحدة الكنترول ECU وقيمته 10 أمبير. ودي كانت فيوزات العلبة الداخلية للسيارة كيا شوما. وبآخر فيوز بنكون وصلنا لنهاية الحلقة. بشكركم وإلى اللقاء في حلقة جديدة.